يعني معاناة أطفالنا بالليل غير شكل، طول الليل هم بيبكوا، طول الليل تبول لا إرادي، مش من يعني مش ملحقين نغير ونشيل من مكانهم، والمكتظ المكان كمان. يعني مجرد انه كرسي يتحرك مش كمان دبه، صار الاولاد عندهم خوف ورعب، شيء مش طبيعي الصراحه. يعني ما متنا بالحرب حنموت بالأوبئة والأمراض.